هذا البرنامج برعاية مرة تانية. بنعود إليكم وبحييكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. كلامنا دلوقتي هيكون عن الزلازل اللي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، طبعا تحديدا كان يوم 25 يناير. في ناس مننا حسوا بدرجة كبيرة قوي بالزلزال واتكلموا عن الموضوع ده، وفي ناس الحقيقة ما حسوش بـ 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 يعني بأي هزة. يعني الموضوع ده الحقيقة على الرغم أنه ممكن يعدي سهل وبسيط، لكن أثار شائعات كبيرة جدا، وما احناش عارفين إذا كانت هي شائعة ولا لا. لكن في أخبار تواردت ما بيننا أن مصر في الفترة القادمة بقت مهيئة لزلازل، وهيكون في زلزال كبير قوي ممكن يضرب الأراضي المصرية، ويمكن حد شبهه بزلزال 92 لا قدر الله، يعني ممكن يحصل ده، وبقينا عايشين في يعني هذا النوع من التخوف. كلامنا دلوقتي مشاهدي الكرام هيكون عن هذا التنبؤ، هل هو حقيقي ولا لا؟ يعني ايه زلزال؟ وطبعا معلومات كتيره قوي. الحمد لله احنا الاراضي المصريه عندنا مستقره، يعني من القشره الارضيه اللي ممكن نصفها بالمتانه، انما ما بيحصلهاش زلازل كتير. لكن طبعا لما بنسمع اخبار زي دي بنخاف وبيبقى عندنا تخوف. هنطمن ان شاء الله من ضيوفنا الكرام اللي منورينا دلوقتي في استوديو الحصاد، دكتور ابو العلا امين، استاذ الزلازل ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه السابق. اهلا وسهلا يا فندم. ايضا كمان ضفنا في استوديو الحصاد دكتور احمد بدوي، رئيس الشبكه القوميه للزلازل ومستشار الازمات بمجلس الوزراء. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. ابدا الكلام مع دكتور ابو العلا. دكتور، مبدئيا هو يعني ايه زلزال؟ يعني احنا مفهومنا ان اي حاجه بتتراجي جامد قوي نقول ده الدنيا اتزلزلت. يعني ايه زلزال يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا يعني الزلازل ظاهره من الظواهر الطبيعيه التي تصيب الانسان وممتلكاته والبيئه التي تحيط به، ولهذا فان تاثير الزلازل امتد الى المجتمع ككل. ظاهره طبيعيه زي البراكين، زي الانهيارات الارضيه، زي التصحر، زي الحرائق. بس أخطر هذه الظواهر وأعنفها على الإطلاق هي الزلازل، عشان الزلزال هو عبارة عن هزة أو رجفة تذبذبية تسبب ذبذبات في صخور باطن الأرض، وتسبب يعني بتسبب حركة للمنشآت والمباني والعامة يعني أو المواطنين يشعروا بها. أيضا بصفة عامة يعني ما فيش مكان على سطح الكرة الأرضية ما حصلش فيه زلازل. كل الأماكن اللي بيحدث بها زلازل، ولكن تختلف قوة هذه الزلازل وعدد حدوثها حسب التركيب الجيولوجي وتكتون لكل منطقه لحده. برضه يمكن القول في هذه المناسبه يعني ان الزلازل تعتبر لطف من الله سبحانه وتعالى، ولولا هذه الزلازل اللي هي بتحدث كل فتره بيحدث تفريغ للطاقه التي تتجمع اول باول في صخور باطن الارض، ولولا حدوث هذه الزلازل او الهزات الصغيره والمتوسطه لتجمعت هذه الطاقه التي تتحرر، تجمعت لغايه ما بقت كميه هائله ممكن تفجر الكره الارضيه كلها زي ما بيحصل الكواكب والنجوم الاخرى يعني. من لطف الله سبحانه وتعالى ايضا ان الزلازل المدمره او العملاقه ما بتتعداش زلزال كل كام سنه، يعني كل كام سنه بيحصل زلزال او اثنين مدمرين يعني. النشاط الزلزالي في مصر من النوع المتوسط، يعني نادرا ما بتحدث زلازل عملاقه او مدمره. ولكن الخطوره تكمن في مصر ان الكثافه السكانيه 90 مليون مركزين تقريبا في وادي النيل وفي دلتا النيل. وادي النيل ودلتا النيل والقاهره الجيولوجيا الصحيحه بتاعتهم بتكور من تربه طينيه هشه غير متماسكه، يعني بتكبر موجات زلازل من 5 إلى 6 مرات اثناء حدوث الزلزال. والدليل على كده الزلزال 12 اكتوبر 1992 كان زلزال حسب تصنيف ريختر للزلازل زلزال متوسط، سبب دمار شديد يعني لعده اسباب، منها ان هو حصل في منطقه زراعيه او منطقه غير متماسكه، العمق بتاعه كان قليل. لكن هو اساسا لو حصل يعني في اليابان او في المكسيك او في امريكا يحدث في اليوم 3-4 زلازل زي ده عادي جدا يعني، ما حصلش اي حاجه يعني. لانهم مهيئين للتعامل مع ده. تمام حضرتك. فهو برضه يعني بالمناسبه دي نقول ان هدف علم الزلازل هو محاوله التقليل من الاخطار الناتجه من الزلازل وليس منع حدوث الزلازل. علشان لغايه يعني ما فيش حد في يوم من الايام هيقدر يتنبأ بزلازل، هات الناس اللي سابقين ب 100 سنه و200 سنه لسه ما توصلوش للتنبؤ، ومش هيحدث يعني مش يعني صعب جدا ان هو يحدث التنبؤ، يكاد يكون مستحيل.
التنبؤ بوقوع زلزال صعب صعب جدا جدا ومش هيحصل. علشان اتنبأ بزلازل لازم اعرف 3 حاجات، اعرف اين يحدث الزلزال، كيف يحدث الزلزال، متى يحدث الزلزال، اين يحدث الزلزال. اي واحد شغال في مجال الزلازل وفي مصر مثلا عارفين الاماكن اللي يحدث بها الزلازل، وعارفين القوه او القدر اللي هيحدث بيه تقريبا يعني. طيب انا بس لكن متى يحدث الزلزال ده دي في علم ربنا سبحانه وتعالى. في عندي 3 اسئله محوريه، اين يحدث الزلزال وكيف يحدث الزلزال ومتى. تمام. طيب احنا هناخد سؤال منهم نطرحه على دكتور احمد. تمام. اين يحدث الزلزال ده احنا عندنا خريطه لزلازل في مصر. تمام. يعني الاماكن الاكثر فالاكثر وكده، هي ايه بقى توزيع الخريطه دي يا دكتور احمد؟ في الحقيقه قبل ما نتكلم على مصر، مصر دوله من دول العالم بالنسبه للكره الارضيه قطعه او مساحه من مساحه العالم كله، وبالتالي قبل ان نتحدث عن مصر يجب ان نتحدث عن العالم وعلى الإقليم ثم محليا على مصر. العالم من ناحية الزلازل زي ما قالنا الأستاذ دكتور أبو العيلة بيحصل في السنة تقريبا 1 مليون هزة أرضية كل سنة تقريبا، عدد شبه ثابت. بيحصل زلزال واحد بس أكبر من 8 مدمر، و20 زلزال أكبر من 7، 200 زلزال أكبر من 6. نص العدد ده بس متسجل بمحطات الرصد الزلزالي، أكثر من 500. يعني ده بيحصل فعليا على أرضنا؟ النهاردة حصل 150 زلزال على مستوى العالم. على مستوى العالم. انا بقول عشان كده بنتكلم على مستوى العالم عشان نعرف احنا فين. احنا فين من العالم. احنا فين من عزيمه الزلازل، عشان خاطر فوبيا التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي حاصله في الفتره الاخيره دي. الأمر دي اسمها فوبيا السوشيال ميديا، مش اكتر من اقل، لا اكثر واقل من هذا. نعم. العالم قلنا بيحصل 1 مليون هزه ارضيه كل سنه. من رحمه ربنا بالبشر ان اكثر من 80% من هذا العدد بيحدث تحت البحار والمحيطات. أكثر من 75% منهم بيحصل في الحلقة النارية أو الطوق الناري في المحيط الهادي. أنا ما بقول محيط يعني على الحواف الصفيحة التكتونية اللي بتتضمن اليابان وغرب الأمريكتين، وده أخطر منطقة زلزالية على مستوى العالم. أكثر من 75% من الطاقة سواء كانت خارجة في شكل زلازل أو خارجة في شكل براكين في هذا المكان، وبالتالي بنسميها المتخصصين والعالم كله يعرف إن هذا ما يسمى بالطوق الناري أو الحلقة النارية اللي تقريبا أكثر من نسبة 75% بيحصل فيها. يجي بعد كده المحيط الهندي ثم المحيط الأطلنطي، وطبعا احنا القارة الإفريقية بنتأثر بالمحيط الهندي من الجنوب والجنوب الغربي ومن الغرب المحيط الأطلنطي. تتضاءل المساحات بعد كده والنشاط الزلزالي في العالم كله مكونة من 6 أحزمة زلزالية رئيسية وبعض المناطق، وفي فرق كبير جدا بين حزام زلزالي ومنطقة نشاط زلزالي. مصر بعيدة كل البعد عشان السادة المشاهدين المحترمين يعرفوا، علشان نطمن بس السادة المشاهدين بس. مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية. ومن يتأول أو يتقول بغير ذلك فهو يعني ليس على قاعدة علمية. عندنا دلوقتي منطقتين، منطقة حزام الزلازل أو الأحزمة الزلزالية، 6 أحزمة زلزالية عالمية معروفة، ومنطقة نشاط فيها نشاط زلزالي. مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية على الإطلاق. تمام. ولكننا نتأثر من وقت لآخر بمنطقة نشاط زلزالي تتمثل في منطقة اندثار الصفيحة الإفريقية تحت الصفيحة الآسيا أوروبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وده اللي حسينا منه بزلزال في 4/25 يناير الساعة 9:05 تقريبا بتوقيت القاهرة، وشعر بيه معظم سكان. حضرتك حسيت بيه يا دكتور أحمد؟ لا يعني مش أنا بس، أنا لم أشعر بأي زلزال. أنا قلت أنا فقدت الإحساس ولا أنا لم أشعر بأي زلزال في القاهرة خالص إلا غير 92. لا لا خالص، إلا أنا كنت في 92 مش في القاهرة، كنت مسافر بره القاهرة. في حصل في 24 أغسطس 2002 كان الساعة 11 إلى ربع مساء، وحصل زلزال شمال شرق القاهرة. نعم. في منطقة أبو حماد، وده الوحيد اللي حسيت به على طول حياتي حتى هذه اللحظة. أنا تقريبا 51 سنة هذا هو أول زلزال حسيت شعور به. وبالتالي مصر من التصنيف العالمي، مصر متوسطة النشاط إلى ضعيفة النشاط من نوع الصغير والمتوسط. إنما المشكلة ليست في الزلازل وحدوث الزلازل، وأنا ليا تحفظ كبير جدا في المقدمة حضرتك قلتيها على إن العالم النهاردة أو الناس بتتكلم إن في زلزال كبير هيتكرر زي بتاع 92. زلزال 92 ما كانش كبير. زلزال 92 من التصنيف العالمي 5.8، ده زلزال متوسط. من 5؟ لأن من 5 لـ 6 تصنيف عالمي، ده بنسميه زلزال متوسط. لكن يعني وقتها بتاع 92 كان 5.8 ريختر. تمام. وبالتالي هو زلزال تصنيفه عالميا متوسط، والمشكلة ليست في الزلزال اللي هو بيمثل في المعادلة بتاعتنا الخطر. في الخطر والبشر والحجر، هذه الـ3 عوامل اللي بتأثر بشكل كبير على كيفية تأثير الزلزال. الزلزال طاقة طبيعية
قوة طبيعية خلقها المولى تبارك وتعالى يعذب بها من يشاء ويرحم بها من يشاء، فهي رحمة في باطنها. نعم. الزلزال في باطنه رحمة. الخطر والبشر هم دول المعاملين الأساسيين اللي بيحكموا تأثير الزلزال، اللي هي بنسميها بقى شدة الزلزال مش قوة الزلزال. القوة ثابتة في كل مراصد العالم، بتقيس القوة اللي هي الطاقة المنبعثة في البؤرة قوته 5.8، ولكن شدته كان في مصر 8. الشدة في القاهرة تأثرنا بيها اللي عملت الدمار ده كانت 8. الشدة بقى بحكمها ايه؟ بحكمها هنا الحجر محطوط ازاي، محطوط فين، البشر بيتصرف ازاي، لان هي المعادلة المخاطرة، المخاطرة بالممتلكات والارواح البشرية بتساوي الخطر ده. قصدي حضرتك بالحجر محطوط ازاي؟ هو المنشأ، البنايات ذات البنايات نفسها، الكونستراكشنز بالظبط، اللي هي كانت معظمها متهالكه. بالظبط كده، عشان كده اتأثرنا. يبقى براءة الذئب من دابة بن يعقوب هي كانت براءة الزلزال 92 اللي حصل في مصر. حقيقة، حقيقة علمية دامغة. المشكلة مش في الخطر، المشكلة في البشر اللي بيحط الحجر في غير في مكان غير مناسب. وبالتالي اللي ابن بلوسن أو الدرس المستفاد من هنا يا حضرات، لا نخاف من الزلزال، ولكن نخاف من أنفسنا إحنا. الزلازل لا تقتل البشر. نعم. الزلازل لا تقتل البشر، إنما البشر هم الذين يقتلون أنفسهم. لكن جهل البشر بالتصرف حيال الزلزال هو ده اللي ممكن. وعلى الرغم على الرغم من أن جدودنا سيان القدماء أو الحديثين بدون دروس يعني ونبراس على الطريق، لما بينوا الهرم والسد العالي، يعني مثالين، وضوح الشمس المصري اتعرف على الزلازل، عايش وتعايش مع الظاهرة وبنى منشآت خالدة إلى قيام الساعة. بتقولوا يا جماعة بس اتعلموا إزاي تشتغلوا صح، وتعلمنا مفروض مفروض. وبالتالي أنا مش بدافع، أنا مش محامي عن الزلازل، ولكن بقول يا جماعة المشكلة مش في الزلزال، المشكلة في البشر اللي بيتعاملوش كويس مع الزلزال. أختم بس الفقرة دي بحتة بسيطة جدا، الاستثمار النهاردة في كيف أكون مستعد، لأن لن يستطيع بشر أن يتنبأ بالزلازل، ولن تستطيع دولة مهما أوتت من علم أن تتنبأ. أنا هرجع لحضرتك تاني يا دكتور أحمد، أن نستثمر الحلقة دي بأن كيف أكون مستعد للزلازل أو لأي ظاهرة كونية أخرى، أي كارثة طبيعية أخرى، أي كارثة طبيعية صحيح. طبعا صحيح. لكن أنا هرجع تاني بقى لدكتور أبو العيلة. يا دكتور، زلزال 92 زي ما قال كده دكتور أحمد هو بريء وما هوش قوي ولا شديد ولا أي حاجة. ده فعلا أنا أعرف أن الزلزال يبدأ، ده معلوماتي أنا، يبدأ في درجته أنها تبقى شديدة من بعد 7 ريختر. هل دي معلومة حقيقية يا فندم؟ وإحنا تاريخ الزلازل القوية عندنا في مصر كان أكبر زلزال إمتى؟ حضرتك، هو تصنيف الزلازل حسب العالم ريختر أكبر من 7 زلازل مدمرة، نعم، أكبر من 5 زلازل كبيرة، أكبر من 3 زلازل متوسطة، أكبر من 1 زلازل صغيرة، أقل من 1 زلازل صغيرة جدا. أكبر زلزال 92 حسب تصنيف ريختر زلزال متوسط وما بيسببش دمار اطلاقا، يعني في اي مكان في العالم ما بيسببش دمار. هو الاسباب اللي زودت الخسائر في زلزال 92 ان هو العمق بتاعه كان قليل، كان على بعد 10 كيلومتر تحت سطح الارض. حصل في منطقه الجيولوجيا السطحيه بتاعتها غير متماسكه، كبرت موجات زلازل. السبب الثالث ان الاخواننا يعني المواطنين ما كانش عندهم الوعي ازاي يتصرفوا اثناء الزلزال. اللي ماتوا كلهم معظمهم من الطلبه الصغيرين، المدرسين نطوا من الفصول من الدور الثاني، فالاولاد نطوا وراهم، فدي اللي زود نسبه الوفيات يعني. اكبر زلزال حصل في مصر في العصر الحديث كان في 22 نوفمبر 1995، كان في منطقه خليج العقبه، وكان بقوه 7 على مقياس ريختر. يليه زلزال 31 مارس 1969 في جزيره شدوان في البحر الاحمر، كان بقوه 6.9 على مقياس ريختر. دي الزلازل هي الزلازل المدمره، بس من لطف ربنا سبحانه وتعالى ان هو بعيد عن المناطق اللي بتتمتع بكثافه سكانيه عاليه زي وادي النيل ودلتا النيل والقاهره. يعني زلزال 95 ده ما سببش اي خسائر، الا فندق بس انهار، فندق وقع وثلاثه توفاهم الله سبحانه وتعالى، وحصل مشاكل في الفندق. ده كان فيه اخطاء في مقاييس البنى في حاجه، اكيد بالتاكيد حضرتك، وفي ثلاثه بس هم اللي ماتوا. رصيف في ميناء نويبع حصل له مشاكل، وبعض الفندق بتاع هيلتون في طابه حصل له برضه بعض المشاكل الطفيفه، لكن الحمد لله في مدن القناه وفي القاهره ما حدش حصل حاجه يعني. زلزال 69 برضه كان برضه ما سببش خسائر كتير يعني. هو زي الدكتور احمد ما قال، يعني ما فيش مكان ما بيحصلش فيه زلازل. مصر فيها بعض المصادر اللي بتاثر، اللي ممكن يحدث بها زلازل يعني. اكبر مصدر اللي هو منطقه جنوب شرق البحر الابيض المتوسط،
اللي هي حصل فيها زلزال بتاع 25 يناير دي. كل يوم الشبكة القومية للزلازل بتسجل 3 زلازل وأربع زلازل من هذا المكان بس غير محسوسة للناس يعني. منطقة شمال شرق القاهرة اللي هي حصل فيها الزلازل الأخيرة دي برضه دي مصدر زلزال يعني تاريخيا وحديثا حصل فيه زلازل كتير يعني. فهي المشكلة مش في الزلازل، المشكلة في إن أنا كيف أتعامل مع الزلزال وازاي لازم استخدم معاملات لما الزلزال لازم تتاخد في الاعتبار عند تصميم المنشآت الهامه والحيويه خاصه الحيويه منها يعني. نعم. طيب دكتور احمد، برضو من كلام دكتور ابو العيلة ان المنطقه المكدسه قوي بالسكان طبعا وسط الدلتا، ويمكن عشان كده الناس اللي عايشين فيها لما بيحصل اي زلزال بنحس بيه قوي ونتنقله والموضوع يكبر، لكن هل في تاثير على القشرة الأرضية؟ هل بتتأثر بزيادة التجمع السكاني؟ هل في حاجة بتقول كده ولا ملهاش علاقة؟ هو في الحقيقة بالنسبة لمجالنا كعلماء زلازل، القشرة الأرضية بتعني لنا أو بتعني للمتخصصين الجزء الصلب من الكرة الأرضية أو الجزء الصلب فقط من الكرة الأرضية اللي بيتراوح سمكه في تحت البحار والمحيطات بخمسة كيلو وتحت القارات بخمسة وثلاثين إلى خمسين كيلو. اللي بيحصل في الدلتا لها ميزة تركيبية جيولوجية خاصة جدا ومؤلمة جدا في نفس الوقت، ان هي رسوبيات النهر النيل فيها تصل في بعض الاماكن الى 5 كيلو. وبالتالي الدلتا ودلتا النيل بالتحديد بتمثل بالضبط زي طبق الجيلي، والقشرة الارضية هي الطبق نفسه. القشرة الارضية اللي بيحصل فيها الزلازل هو الطبق، والجيلي اللي على الطبق ده هي دي الدلتا. وبالتالي الدلتا وما عليها من منشآت عند حدوث الزلزال بالضبط بنفس التصوير هذا ما يحدث. وبالتالي هذه المناطق محتاجة إلى احتياطات عالية بشكل محدد، لأن الموجة فيها بتكبر زي ما الدكتور قال في بداية الحديث أنها بتكبر من 4 إلى 5 مرات، نظرا لخاصية وخصوصية هذا التركيب الجيولوجي والرسوبات النيلية اللي موجودة فيها، عشان خاطر احنا كمان في مصر زراعية وخصوبة الزراعة فيها. يا ريت يا فندم. وبالتالي اللي ابني دوس من هنا الدلتا مش للمنشآت. الدلتا للزراعة يا حضرات. اعتقد ده يعني 100,000 خط هذا الدلتا ليست للمنشآت انما الدلتا للزراعة، واحنا في مصر زراعية. عندما نضع فيها منشآت اصبحت الدلتا الان يعني مزارع خرسانيه بالزبط. يعني وبالتالي اعتقد يعني احنا في هذا المقام وفي هذا المنبر يعني لازم نقول هذا الكلام بوضوح وبتحديد، عشان خاطر يعني النهارده لما نقول يا جماعه عايزين ممر تنميه بعيد عن الدلتا، عايزين نخلخل الدلتا. امال الناس هتقعد فين؟ بتقعد دلتا ما هنا بقى دي اهميه البدائل. العاصمه الاداريه الجديده، البدائل اللي انا يعني اعمل مدن جديده ما تستنزفش القوة والموارد الرئيسيه في المدينه الرئيسيه. يعني انا بما اعمل مدينه جديده لما اكون بعيد عن القاهره ب 25 كيلو او 30 كيلو اين الجديد فيها؟ يجب يعني طبقا لعلماء التخطيط في العالم كله اقل مسافه ما بين المدينه القائمه عشان مدينه جديده اقل من 120 كيلو ما ينفعش. انما لما اعمل مدينه عاصمه اداريه او عاصمه جديده او مدينه جديده تبعد 25 كيلو 10 كيلو عن المدينه، بالتالي هستنزف موارد القديم. انا المقصود بيها لما الدكتور فاروق الباز اقترح ممر التنميه عشان الصحراء الغربيه هي صار يعني مصر. يعني المدن الحديثه زي التجمع والعشر من رمضان والمناطق الشروق بقى والحاجات دي برضو ما تخففش حاجه عن حد استغنى عن القاهره؟ لا، يبقى احنا ما عملناش حاجه. الوقت اللي يجي فيه ان انا حضرتك سافرنا بره وشفنا الدنيا بره، كل حي من احياء اي عاصمه اوروبيه، كل حي من اي من جميع الاحياء مكتفي ذاتيا بكل حاجه. بالمدارس، بالجامعه، بالمستشفى، بالعيادات. عندما يكون كل حي يعني مش اقول اتحاد فيدرالي، لا ده كل حي فيه كل الخدمات اللي فيه. وبالتالي انا محتاج اروح الداون تاون ليه؟ صح، ده الكونسيبت، ده الفكر، ده الفلسفه اللي احنا النهارده محتاجين. لكن النهارده كل واحد عايز لما ابنه يتجوز يبقى ساكن جنبه، واذا بعيد عنه يبقى اخر النهار لازم يتعشى معاه. دي ثقافه هي دي المشكله، ده البشر يا دكتور، ده ارتباط عائلي، ده البشر. طيب انا على ذكر بقى العاشر من رمضان دكتور ابو العيلة، عايز اسال حضرتك يعني ليه يعني العاشر من رمضان بتشكل بؤره الى حد ما؟ يعني مش ما بتشكلش بؤره. امال يا فندم؟ هي البؤره كلها او المصدر كله اسمه شمال شرق القاهره. ما هو في مصادر زلزاليه بتاثر على مصر زي جنوب غرب القاهره. اللي حصل فيها زلزال 1992. شمال شرق القاهره اللي بتشمل ابو حماد، يعني ابو حماد حصل فيها زلزال محسوس، كان محسوس للناس في 29 ابريل 1974. كان 4.9 على المخصر الاخضر.
سنة 96 و97 حصل زلازل في الخنكة وفي أو زعبل وفي بلبيس. الدكتور أحمد برضه اللي هو زلزال حاس بيه كان أبو حماد في 2002 ده الوحيد اللي حاس بيه دكتور أحمد. يعني سيادتك هو المنطقة كلها شمال شرق القاهرة نشطة مصدر زلزالي يعني. مش العاشر من رمضان. هي العاشر من رمضان هي أسباب الزلازل إيه؟ أسباب الزلازل في زلازل طبيعية وزلازل تأثيرية يعني. طبيعية اللي هي بتكون قلة سمك القشرة الأرضية. وجود فوالق أو صدوع في صخور بطن الأرض على يعني مناطق ضعف. زيادة نسبة الإجهادات على صخور بطن الأرض ودي نتيجة العوامل اللي احنا قلناها اللي هي قلة السمك القشرة الأرضية ووجود صدوع أو فوالق. يعني الزلازل التأثيرية اللي هو الإنسان بيكون داخل فيها يعني. يعني هو الإنسان مش بيسببها، لا الإنسان بيعجل بحدوثها يعني. زي إقامة السدود والبهارات الصناعية العملاقة، زي السحب المفرط للسوائل من بطن الأرض، حقن الأرض بكميات كبيرة من المياه، الأماكن اللي بيحصل فيها مناجم ومحاجر، وجود البراكين، وجود البراكين بسبب زلازل. فمنطقة شمال شرق القاهرة دي مصدر زلزالي زي جنوب غرب القاهرة. تاريخيا وحديثا حصل فيه زلازل كتير، بس هي في الشهرين اللي فاتوا دول منطقة نشط يعني فالق يعني نشط وفرغ الطاقة اللي عليه. وحاليا يعني زلازل بتقل جدا يعني في الأول كنا بنسجل 3-4 زلازل في اليوم وحصل فيها زلزال 4.3 كان محسوس، بس دلوقتي الزلازل تكاد تقريبا انعدمت يعني. تمام دكتور احمد، يعني بس يعني معلومه انا عايز افهم، وحضرتك الوحيد اللي حسيت بالزلزال بتاع 2012 او 2002؟ لا ده 2002 ولا ده الزلزال الوحيد اللي حضرتك حسيت بيه؟ لا اللي حسيت بيه بشكل شخصي على مستوى على مستوى القاهره ومحافظات مصر ناس حست بيه، اتحس بيه لحد اسيوط يعني. طيب انا اتذكر كويس هذا الزلزال طبعا. فيها لا طرديه ما بين بما ان هو الارض بتعبر عن يعني الطاقة الكامنة اللي جواها فبتنفسها في زلازل في زلزال أو براكين. تمام. هل في علاقة ما بين الزلزال والبركان؟ مع كل بركان زلزال، وليس العكس صحيح، وليس مع كل زلزال بركان. مع كل بركان زلزال. احنا فين من احزمة البركان؟ هقول لحضرتك ليه مع كل بركان زلزال؟ حضرتك بالظبط يعني اي قدر بنغلي في مية، بس مش بنرسله قدر عادي خالص في مية، في غطا للحلة. أيوه. مع الغليان ده اللي بيحصل للغطا بينط، هي دي زلازل. واللي تحت ده البركان. يبقى مع كل بركان في زلزال، ولكن العكس ليس صحيح. اقرب حاجه لينا في ايطاليا في شمال البحر المتوسط في بركان فيزوف. نعم. وكان نشط من فتره صغيره جدا. وبعض العلماء النهارده حاليا بينسبوا اللي حصل في 25 اغسطس 2016 وتلافي 30 اكتوبر 2016 زلزالين متعاقبين في وسط ايطاليا. وكان تقريبا قد 320 واحد توفوا في هذين الزلزالين. بينسبوا بعض الكلام ده لبعض النشاط البركاني في منطقه فيزوف. والنهارده لحد لسه النهارده في توابع لهذين الزلزالين يعني. وبالتالي مصر بعيده كل البعد عن الاحزمه الزلزاليه زي ما قلنا. والبراكين. اخر نشاط بركاني اتسجل عبر العصور الجيولوجيه في مصر كان في عصر الاولوجيسين، وده كان من 35 مليون سنه، وبالصدفه البحته موجود في طريق مصر السويس الصحراوي اللي هو فيه البؤره النشطه من كام يوم ديت. والبازلت فلو او التسربات البازلتيه موجوده بشكل افقي على هذا الطريق، وده من احد محاور النشاط نتيجه لانفتاح البحر الاحمر وخليج السويس، والحركه بتقف او الحركه التكتونيه في هذه المنطقه تحت البحيرات المرف بالظبط في الاسماعيليه، بيحصل نوع من الصخور الصلده بتوقف الحركه، ولكن حركه الانفتاح مستمره. على راس هذا الانفتاح وعلى هذا راس التبد او راس هذا الوتد بتتحرك حركه افقيه على طريق مصر السويس الصحراوي، مسببه النشاط الزلزالي الموجود حاليا او سابق او التاريخ زي ما قال الدكتور ابو العلا من 74 حتى 2002 و2016 كان اخرها في وادي حجول وفي غرب اسماعيليه اللي شعرنا بيه في رمضان الماضي. وبالتالي المنطقه من حيث التصنيف منطقة متوسطة النشاط إلى صغير النشاط، ولكن التعمير والتنمية العمرانية في هذه المنطقة تحتاج إلى كثير من الحيطة والحذر وتطبيق أكواد البناء الزلزالي وتصميم المنشآت بشكل يستوعب الترددات الناتجة عن هذه الزلازل. يبقى هناك أكواد للبناء الزلزالي طبعا، واحنا في مصر ما عندناش حاجة اسمها بناء زلزالي. لا عندنا والله. بالعكس بعد 92 بقينا بنراعي ده. مصر انا عاوز احضرك على حاجه، مصر سباقه في كافه مجالات الحد من مخاطر الكوارث.
منذ أن أعلنت الأمم المتحدة في عقد الثمانينات العقد الدولي للحد من خطر الكوارث، مصر شاركت باللجنة الوطنية من خلال أكاديمية البحث العلمي ووزارة البحث العلمي على أعلى مستوى لوضع الاستراتيجية المصرية للحد من الكوارث. مصر سباقة، ومصر في هذا الميدان عالميا مشهود ليها في هذه الأمور كلها. ولكننا في مصر دايما المشكلة الحلم ما بيكملش. ليه بقى؟ الدروس المستفادة، الاستراتيجيات، الخطط موجودة لكنها على الأرفف، التنفيذي غير موجود. وده النهاردة اللي محتاجينه فعلا هو تنفيذ. الجزر المعزولة في مصر، مصر من أغنى دول العالم في كل شيء، ومن وأحدث الدراسات أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، إحنا عندنا شبكة قومية الزلازل، أحدث شبكة موجودة في المنطقة وفي شمال أفريقيا، ومصر أول دولة في المنطقة وفي شمال أفريقيا بدأت رصد الزلازل، وعندنا أكبر تاريخ زلزال في المنطقة أكثر من 4800 سنة ورا، نقدر نعرف إحنا إيه اللي حصل لنا من 5000 سنة. ده نادر، العالم كله بيحسدنا على الكلام ده، عندنا ده مسجل، ومسجل يعني بدرجه كبيره جدا. إيه من دكتور المعلومات دي حاجه تحزن قوي. انما ازاي بنستفيد من ده، هي دي المشكله، ازاي بنستثمر ده، هي دي الناقصنا. محتاجين الابحاث اللي موجوده في الشبكه وموجوده في المعهد وموجوده في معاهد كتيره جدا تتحط على الارفف. الكود اللي عامله مركز بحوث البنى مع المعهد القومي لبحوث الفلك والجيولوجيا الجيوفيزيقيه، ازاي نستثمر ده يا فندم؟ وده بالنسبه لنا هو هيبقى بس معلوماتي يفيدنا معلوماتيا، ولا ممكن نستثمره ايضا كمان ويدخل في نطاق اقتصادي؟ احنا يعني نخرج من مجال المعلومات والبيانات. احنا النهارده بنتكلم في معرفه وحكمه اكبر من كده، النولج. نستثمر في النولج. المعلومات موجوده ومحتاجه بس اللي يبص عليها كده ينفض عنها التراب ويحطها في مجال التنفيذ. عندما تاتي هذه اللحظه، انا اوعد جميع الساده المشاهدين ان مصر هتكون من احسن دول العالم، مش زي بس رؤية مصر 2030 ان احنا نكون من احسن 30 دولة، احنا نكون من احسن 5 دول لو البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والكاملة والمتكاملة والمستدامة في مصر. تمام، هو القاطرة. تمام. وعندنا من الكفاءات في البحث العلمي. الجملة دي مش غريبة علينا، واعتقد السادة المشاهدين سمعوها كتير قوي، البحث العلمي. نعم. وهو القاطرة اللي فعلا تشد مصر نحو هي النهضة لا نتخيلها. بس دي حقيقة، دي حقيقة. نعم. فيعني قليل من الاهتمام بمراكز البحث في مصر، قليل من الاهتمام بنتائج البحث، بمخرجات البحث. مخرجات البحث يعني لو هتلاقي بس اللي بنصر عليها، محتاجين يعني بنك المعرفه اللي اطلقته رئاسه الجمهوريه، كم واحد بيستفيدوا منه؟ الاكويرد منه، ايه اللي بيطلع منه؟ ايه اللي بيطبق منه؟ يعني محتاجين فعلا كي بي ايز. كم واحد اتكلم عليه وقال مدى الجدوى بتاعته؟ حاجه فاخره، حاجه فاخره والله، بمعنى الكلمه حاجه فاخره. المفروض نعمل له حلقه فعلا، حاجه فاخره بنك المعرفه، حاجه لان النهارده ما عادش حد بيتكلم ده بيانات ولا معلومات. مع احترامي طبعا، النهارده لسه بيتكلموا على قانون حريه تداول المعلومات، خلاص معلومات بقت اولد فاشن المعلومات. طبعا النهارده المعرفه والاستثمار في المعرفه. نعم. من اجل مستقبل اكثر امن واكثر يعني للشعب المصري كله، وهي رفاهيه، هي دي التامين المستدامه، هي ده امل كل حكومات العالم ان يتحقق رفاهيه لشعوبها. طب انا هاخد بقى الموضوع ده وهعرضه على دكتور ابو العيله. وحضرتك قلت لنا يا فندم ان منطقه البحر الابيض المتوسط او شمال افريقيا هي اكثر المناطق اللي تقريبا ممكن يعني ايه تحس بالزلازل بشكل واضح او ملموس. هنا ممكن مصر، هنتكلم بقى على المنطقه الافريقيه دي فقط، ممكن انها تقود هذه المنطقه وتبقى لها، تبقى بالنسبه للدول الافريقيه دليل معرفي للزلازل، وال هنقول بقى الامور الطبيعيه بقى. يعني هو سيادتك يعني من زي الدكتور احمد ما قال، في احزمه الزلازل العملاقه 6 احزمه رئيسيه على مستوى العالم. نعم. وفي 50 حزام زلزال سنوي، الست دول منهم حزام مسار مشارق افريقيا، بيجي من اول فلق الى الاناضول، شمال فلق الاناضول في تركيا، بمر عبر البحر الميت، خليج العقبه، البحر الاحمر، الحدود الافريقي العظيم، لغايه يمتد لغايه القرب من موزمبيق، بالقرب من جنوب افريقيا، بطول 6000 كيلو متر. دي الحزام اللي سبب الزلزالين العملاقين اللي هو في سنه 69 وسنه 95. بالنسبه لل يعني المظهر الزلزالي اللي انا اقصد عليه اللي هو منطقه جنوب شرق البحر الابيض المتوسط. ده المظهر الزلزالي الرئيسي اللي باثر على مصر. وخاصه مدن الساحل الشمالي المصري والقاهره والوجه البحري. علشان زي ما يعني الزلزال اللي هو في 25 يناير ده كان على بعد 700 كيلو من القاهره. حسينا بيه الناس، كان درجه الاحزاب عاليه علشان عشان التربه والغير متماسكه وهكذا يعني. اما بالنسبه للحزام اللي هو حزام شرق افريقيا ده اللي بيأثر على منطقه خليج العقبه، خليج السويس، البحر الاحمر، بعض الدول الافريقيه يعني. تمام. فهذا المصدر اللي هو اكبر زلزالين في العصر الحديث حصلوا فيه. حصلوا في هذا الموقع يعني. طيب دكتور احمد،
برضو لكلام حضراتكم أن من أهم مسببات الزلازل بناء السدود وتشبيع الأرض بالمية زي ما بتقلع كده الري بالغمر وما إلى ذلك. عندنا ري بالغمر وإلى الآن يعني ما عملناش التطوير الجديد أو الكبير أوي في منظومة الري، ودي ثقافة متوارثة. ده جزء. الجزء الثاني، صحيح احنا مش بنبني سدود عندنا هنا في مصر، لكن احنا عندنا دول مجاورة بتبني سدود، والسودان بتبني، اثيوبيا بقى السد الكبير بتاعها ده، واحنا مرتبطين بهذا الشريان بينا. هل ده ممكن يأثر علينا يعني، ولا ممكن يأثر على دولة اثيوبيا الشقيقة يعني؟ في البداية احنا عايزين نطمن على اثيوبيا في البداية. حضرتك بالنسبة زي ما قالت طبعا علف في في الاول الحديث عن انواع الزلازل، في زلازل تكتونية وزلازل تأثيرية. ده النوع اللي بنتكلم عليه، الزلازل التأثيرية. الزلازل التأثيرية هي نتيجة في المقام الأول عن استخدام الإنسان للقشرة الأرضية، سواء كان بسدود وملء للمياه في بحيرات صناعية، أو أعمال مناجم ومحاجر واستنفاذها للطاقة البترولية أو الغاز، سواء كانت غاز أو زيت يعني. طيب الإنسان في حاجة إلى التطوير والتنمية، عشان كده احنا قلنا كان في عبقرية في بناية السد العالي، والمقام يتسع ان احنا نعمل المقارنه ما بين سد الالفيه، وانا ما بحبش استخدم كلمه سد النهضه على الاطلاق، لان هو الحقيقي سد الالفيه وسد العالي. السد العالي الدرس اللي اتعلمناه من جدودنا بقى، مش القدامى قوي، جدودنا الحديثين يعني، بناء عبقري في حد ذاته. فهو سد ركامي وليس سد بنائي. ايه يعني سد ركامي؟ يعني سد بنائي. السد الركامي ليس فيه اي نوع من انواع البنى، بمعنى انا في ممر الميه جبت نفس النوع الحجر الرمل الموجود النوبي اللي موجود في منطقه السد العالي تحت، وقفلنا ممر الميه، وجينا عملنا فتحات جوه هذا السد الركامي من نفس نوع التربه الموجوده او من نوع الرمل الموجود. واتكسرت بالجرانيت وبدات تمر الميه وتحط عليها توربينات اللي احنا عايزين نعمل بها الكهرباء. عندما يحدث هزه ارضيه ايا كانت قوتها، هيتحرك الجسم كله كوان يونت، وبالتالي غير وارد فيها باذن الله تبارك وتعالى اي شروخ او اي مشاكل. انما لو حاطط سد بنائي خرساني زي ما حصل في سد الالفيه، حضرتك لو بنبني بيت لسه جديد وسبنيه 3-4 سنين، ايه بيحصل في الجدران؟ التنميل وشروخ والحاجات دي كلها نتيجه تصدع يعني كده، بالظبط كده. يعني ده حاجه بنائيه موجوده على نوع تاني من التربه او تربه الاساسات، عدم التجانس ده بيتحركوا اثناء الزلزال يعني كعنصرين مختلفين او متباعدين عن بعض، مش حاجه واحده. وبالتالي هذه هي الطامة الكبرى في زلزال الألفية، في سد الألفية. يعني الأرض معرضة لزلزال كبير عندهم؟ مش الأرض معرضة، هم لسه ما بدأوش الملء، ولسه الموضوع التشغيل لسه ده تأجل كمان سنة. أنا بتكلم على طالما بنينا سد يبقى لازم في بحيرة بتتملي، في بحيرة صناعية، وجميع بحيرات العالم الصناعية نتج عنها زلازل، والعلاقة وثيقة ووطيدة بين ارتفاع منسوب المية وانخفاضها، الفلكتويشن ده أو التأرجح ده، وعدد الزلازل المحصول. ليس في بحيرة ناصر فقط، ولكن كل بحيرات العالم على مستوى العالم، واحنا النهارده عندنا ثاني أكبر بحيرة في العالم بحيرة ناصر. ما يحدث معها شيء تطور طبيعي جدا لاستغلال القشرة الأرضية والمية المتحملة على القشرة الأرضية. أنا بس اللي بنفي تماما حتة الري بالغمر وعلاقته بالزلازل، ليس هناك ثمة علاقة. مفيش علاقة. على الإطلاق، لأن زي ما قلت لحضرتك لسه في الجزء الماضي بقول إن الدلتا ودلتا النيل عبارة عن طبق جيلي على الطبق جيلي، الجيلي ده اللي هو بيزرعه فيه الطبق تحت لسه. فبالتالي يعني طبعا احنا كنا عايزين نخوف، لا ما يروش بالغمر ولا حاجه، لكن عشان خاطر ان في شح مائي. طبعا الميران متر مكعب لكل بشر مش موجود في مصر النهارده، احنا وصلنا 400 و500 متر مكعب في السنه. فبالتالي احنا في شح مائي. انما هو ده من عندنا لازم نصغي الاذن تصغى لهذا الكلام. انما عشان علاقته بالزلازل، ليس له علاقه بالزلازل، احنا بعيد جدا عن منطقه الزلازل في الدلتا بالحته بتاعه الري. نرجع لسد الالفيه والسد العالي. طبعا العبقريه في البناء، في البناء بين السد في السد العالي والنهارده، والتقليديه في بناء سد النهضه. سد النهضه كتبنا وقلنا في اكتر من مجال وفي اكتر من ميديا، يا جماعه السد غير امن على الاطلاق. طبعا انا لسه اتكلم على الاخدود العظيم بتاع تركيا، بتاع سوري، بتاع شرق افريقيا. بيبعد السد عن هذا الاخدود. الاخدود ده النهارده العالم كله بيعتبره معمل طبيعي. حضرتك ركز قوي في الكلام اللي اقوله ده، معمل طبيعي لدراسه كيف تكون البحر الاحمر والمحيط الاطلنطي. موجود في شرق افريقيا، يبعد عن هذا السد بحوالي 25 كيلو. معمل طبيعي، انفتاح للقشره الارضيه، جنوب شرق افريقيا بالكامل هتنعزل في وقت بالاوقات بعد 10-15 مليون سنه، هتنعزل وتبقى فيه جزيره اخرى توازي جزيره مدغشقر في المحيط الهندي. وبالتالي سد النهضه ده
عاجلا ام اجلا سوف ياتي على كما انشئ. الكلام ده لا يخفى على احد، الف به في جيولوجيا وفي الزلازل، سد غير امن. تمام. وبالتالي الطامه الكبرى على اثيوبيا في المقام الاول، ثم على شقيق السودان، سيانكة الجنوبيه او شمال السودان. على بال ما يوصلنا الحمد لله ان شاء الله، احنا في الدنيا بعيده، على الاقل احنا نستفيد كميه ميه زياده غير مخطط ليها في بحيره ناصر. انما الوضع الجيولوجي للمنطقه غير امن. نعم. البناء التقليدي او السد البنائي غير امن، لان طبعا هم كمان عندهم طبيعه الصخور او جيولوجيه المنطقه، معظمها صخور متحوله وصخور ناريه، مش هيقدروا يعملوا غير ان هم يعملوا خرسانه بالمنظر ده. وبالتالي يعني كان زمان الكلام ده كان المفروض يتعمل. ليه الناس للامم المتحده وليه بنك الدولي في وقت من الاوقات ما رضاش يمول هذا الكلام؟ نعم. لان طبعا الريسك اسيسمنت او ريسك ريدكشن اسيسمنت او المانجمنت في هذا المكان، كل تقارير البنك الدولي المكان ده غير امن انه يعمل فيه سد، مش مؤهل ده. يعني أنا بسمع بلاش المصالح المحليه والمصالح الاقليميه. البنك الدولي كمؤسسه تمويل دوليه المفروض ان ما لهوش مصلحه، رفض التمويل من سنين، من عشرات السنين الماضيه. انما النهارده مع الضغوط السياسيه ومع حاجات كتير جدا، اعتقد يعني كلام وضوح الشمس. الحقيقه ان امبارح اتكلمنا عن موضوع السد الاثيوبي ده، ويعني سمعنا تطمينات كتيره قوي واخبار جيده، وحضرتك اضفت جزء كبير قوي ايضا كمان من هذه الاخبار. اعتقد اتفضل يا دكتور. هو بالنسبه لسد النهضه او سد الالفيه زي الدكتور ما بيقول، دي ما ليش تاثير على مصر من ناحيه الزلازل، عشان المنطقه اساسا منطقه نشطه زلزاليا. هو تاثيره السلبي على مصر لو حصل ليه مشاكل بالميه بس، لكن بالنسبه للزلازل مش اي تاثير يذكر على مصر. تمام. لكن حضرتك اشرت يا دكتور ابو العيلة ان البحار هي اكثر الاماكن نشاطا للزلازل. طب مصر فوق بحر ابيض وبجوارنا البحر الاحمر. تمام. طب يعني النشاط الزلزالي في بحرين جنبنا. تمام. ما ياثرش علينا ده؟ لا، هو سيادتك احنا زي ما احنا قلنا منطقه الصفيحة التكتونية أو اللوح التكتوني، تعريفه باختصار يعني هي طبقة عملاقة يصل سمكها إلى 125 كيلومتر تحت اليابسة و75 كيلومتر تحت المياه. الصفيحة الأفريقية اللي هي شايلة قارة أفريقيا كلها بتصطدم وتغوص تحت الصفيحة التكتونية المكونة لقارة أوروبا. نتيجة هذا التصادم بيحصل تكوين للخنادق وأخوار وانبعاج للطبقات. الخنادق والاخوار دي اللي بتبقى مناطق ضعف، دي اللي بتسبب زلازل. والكلام ده بيحصل بين جزيره كريت وجزيره قبرص. يعني معظم الزلازل اللي بتاثر على مصر وبتحصل في البحر المتوسط بتيجي من من المنطقه اللي تقع بين جزيره كريت وجزيره قبرص. الزلزال اللي حصل يوم 25 يناير كان من شرق جزيره قبرص. دي بالنسبه للبحر المتوسط. بالنسبه للبحر الاحمر، البحر الاحمر ما هو حضرتك يعتبر حزام زلزالي نشط تمام، يعني يعتبر حزام زلزالي كبير. بس الحمد لله يعني هو اخر زلزال كان حصل في البحر الاحمر كان في 31 مارس 1969. ده زي ما قلنا لحضرتك، هو بالرغم ان هو مصدر زلزالي بس بعيد عن المناطق اللي هي بتتمتع بكثافه سكانيه عاليه يعني. طب دكتور، هو طبيعي ما فيش مكان على الارض ما بيحصلش فيه زلازل يعني. كل الاماكن بيحصل فيها زلازل. هدف علم الزلازل هو مش مانع حدوث زلازل، هو محاوله التقليل من الاخطار الناتجه للزلازل. المعهد كان عامل برامج علشان تستخدم عشان كمحاوله يعني لتقليل الاخطار والخسائر الناتجه من الزلازل يعني. ممكن نتكلم عليها يعني لو تحب. اما هو ده اللي انا عايز اسال حضرتك عليه يا فندم، امتى يعني انا اخذ احتياطاتي يعني؟ تمام. انا عايز اعرف يعني دراسه على الاقل تنبؤيه. لا، هو تنبؤ ما فيش، حتى علم التنبؤ اتلغى في العالم كله ما عدا الصين يعني، واعتقد زمانه اتلغى دلوقتي يعني. لا يعني لا، مثلا احنا توقع يعني لسه ممكن عاملين لقاء توقع يعني حضرتك. ممكن اتوقع يعني نعرف الامطار هتهطل امتى. تمام. درجات الحراره دي حاجات كونيه. تمام. عاديه دي حاجات كونيه عاديه بس حاجات مرئيه. اما بالنسبه للزلازل ده استحاله هيجي يوم من الايام حد يتنبأ بزلازل، يعني يكاد يكون من المستحيل، مستحيل تمام يعني. فسيادتك اصل عشان اتنبأ بزلازل زي ما قلت لحضرتك لازم اعرف ما كيف واين ومتى. كيف واين ده انا عارف، انا ممكن اعرف التقريب او اتوقع وممكن يحدث، وممكن اعرف القوه بالتقريب نتيجه حسابات قديمه نتيجه اعتماد على البيانات الموجوده يعني. يعني مثلا على سبيل المثال يعني تقريبا برضه اتوقع المنطقة دشور ده حصل فيها زلزال سنة آخر زلزال حصل فيها سنة 1847. بعد كده حصل زلزال 1972، يعني تقريبا حوالي 140 سنة. ممكن بعد 140 سنة أو بعد 100 سنة يحصل زلزال في المكان ده زي بتاع 92 كده. يعني دي علشان عندي بيانات وعرفت الخلفية بتاعتها يعني. يعني دي دورة زلزالية مثلا يا فندم؟
حاجة زي كده؟ يعني نعم. كل منطقة بيكون لها طبيعة. أصل في الزلازل بتحصل على كذا شكل. يعني مثلا في يعني نموذج إن يحصل زلازل صغيرة وبعد كده يحصل زلزال رئيسي وبعدين يحصل زلازل صغيرة اللي هي التوابع. لو الزلازل بتحصل بهذا الشكل ممكن أقول إن في زلزال هيحصل يعني. بس هي صعب جدا يعني برضه هي ما بتحصلش كده يعني. زلزال 92 ما حصلش ليه زلازل صغيره خالص، حصل زلزال كبير مره واحده وبعدين حصل التوابع امتدت لمده سنه يعني. في ظاهره اخرى، ظاهره بيسموها ظاهره الحشد الزلزالي او الحشود الزلزاليه. تتميز يعني ممكن يحصل 500 600 زلزال في اليوم كلهم متقاربين في القوه، ما اعرفش مين الزلزال الرئيسي فيهم يعني. ظاهره دي منطقه ودباب في البحر في الصحراء الشرقيه بتميز بيها، خليج العقبة بتميز بها الظاهرة أيضا، البحر الأحمر وخليج السويس بتميز بها الظاهرة يعني. فحضرتك يعني المهم، النقطة المهمة تمام، إن أنا أحاول أقل من أخطار الناتجة من زلازل وعشان مش أقدر أمنعها يعني. أهم مرحلة يعني ممكن نعمل مثلا في مرحلة ما قبل الزلزال، أثناء حدوث الزلزال، ما بعد الزلزال، أثناء ما قبل حدوث الزلزال، دي أهم مرحلة في المراحل كلها. إن أنا بختار الأماكن اللي ببني فيها وقيم فيها نشاط الزلزال لتقييم تمام، وبرضه ما فيش مكان ما بنبنيش فيه. كل الاماكن بنبني فيها بس لازم تعالج هندسيا تمام يعني. لازم المهندسين يعالجوها تمام يعني. ان انا بحدد بعمل خرائط للشده الزلزاليه الخطر الزلزالي المتوقع الحدوث في كل نقطه على حده يعني. ودي معروف، بقيم التربه تقييم تمام، بعين المعاملات الانسيه بتاعتها، دي معموله برضه لمعظم مصر. بعد كده بحدد الفوالق الموجودة في كل مكان وأشوف هتنشط تقريبا، هتنشط بعد كم سنة. كل المعايير دي سنة. احنا بنراعيها يا فندم لما نيجي نبني؟ احنا والله انا فاهم ان الدولة حطت اللي هي معامل الامان الزلزالي في الرخصة. بس اعتقد يعني ان هم يعني اصل احنا المعهد القومي للبحوث الفلكية اللي هو مرصد حلوان دي المعهد القومي الوحيد اللي بيختص بالزلازل. نعم. مفيش حد بيجي المعهد او يلجأ المعهد. بيتهيألي على مستوى الشرق الاوسط كله يا فندم مش كده؟ يعني هو من اقدم المعاهد يعني، بس كل الدول العربيه دلوقتي فيها مراصد يعني. هو حضرتك ما بيلجاش المعهد غير وزاره الكهرباء، القوات المسلحه، الشركات المصريه اللي السير بتاعها اجنبي بيفرضوا عليهم يجوا المعهد. معظم الناس ومعظم البنات اللي بتحصل ديك ان هم بيروحوا المكتب استشاري بيمضي لهم ان هو عمل دراسات او قيم النشاط الزلزالي. نعم. وبيمضي يعني اعتقد ما بتعملش يعني. عشان هجيب زلازل منين؟ الزلازل كلها موجوده في المعهد. تمام يعني. طيب دكتور احمد، اود اضيف على حضرتك بس اخد كلمه من حضرتك قلتيها مهمه جدا للساده المشاهدين. الدوره الزلزاليه فعلا ده من المفاهيم الراسخه في علم الزلازل. يا فندم انا دارسه زلازل. تمام. وده عشان برضه اوضح للساده المشاهدين، احنا قلنا زلازل تكتونيه وزلازل تاثيريه. نعم. الزلازل التكتونيه لا دخل البشر فيها على الاطلاق، وبتحصل في دوره زي ما قلت ربع مثلا في منطقه دهشور كل 147 سنه. نعم. ولكن وتحت ولكن دي 500,000 خط بقى. لما ابني سدود استخدم المناجم والمحاجر والبترول والغاز وكل دي كلها، تغيير في ثبات القشره الارضيه، وبالتالي القشره الارضيه دايما تبحث عن الاستقرار. الاستقرار القشره الارضيه بيتاتى من البراكين والزلازل. سبحان الله، حضرتك المعادله ماشيه ازاي؟ الارض بتبحث عن الثبات، الاتزان. انا ببني سدود بحط اضافات او احط ضغوط زايده، بسحب بترول، بعمل عدم اتزان في الارض تحت. دايما الارض باحثه عن الاتزان، باحثه عن الثبات بتاعها. والزلازل والبراكين ما هي الا نتيجه لهذا البحث. وبالتالي كثافه النشاط البشري في استغلال القشره الارضيه بكافه انواعها بيعجل من حدوث او بيقلل الفتره الزمنيه للدوره السيزميه او الدوره الزلزاليه. لو فرضنا جدلا الزلزال قبل وجود بحيره ناصر كان بيحصل كل 200 سنه، في وجود البحيره هيحصل كل 180 سنه. وبس ما نرجعش الناس تبان يا جماعه البحيره ما عملتش. لو 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 ما فيش صدع موجود في المنطقه بيحصل عليه حركه، اللود بتاع البحيره او حمل البحيره، الاحمال الزايده لهذه المياه الكبيره جدا، هو بس بيقلل الفتره الزمنيه اللي هي الدوره السيزميه. بدل ما كانت بيحصل مع اكس من الزمن هيبقى اكس ماينس 2 او اكس ماينس 3 طبقا للود الموجود. تمام. طب دكتور احمد، حضرتك انا يعني متعمده ان احنا نخلي الجزء المهم قوي وهو اللي حضرتك كنت عايز تتكلم فيه. احنا الإشاعات اللي اتقالت، الحاجات الأخبار اللي بتكبر زيادة عن اللزوم، الهاجس اللي بيجينا بلا داعي، بلا
انا عايز حضرتك تتكلم بقى في الموضوع ده. في الحقيقه انا سميت ما حدث في الفتره الاخيره فوبيا التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. نعم. لان طبعا وصلني في نفس اليوم ان مصر معرضه لزلزال كبير ومصر ومصر يعني لو لم يكن المعهد القومي والشبكه القوميه للزلازل هذا الكلام اللي هيقوله. هو الحمد لله حضراتي يا الساده المشاهدين احنا عندنا في مصر زي ما قلت احدى الشبكه لرصد الزلازل في المنطقه واول دوله في المنطقه وفي شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط ابتدينا رصد. عندنا اكثر من 150 خبره 150 سنه خبره في هذا المجال. نعم. وبالتالي يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. التعامل التعامل السريع مع الزلزال. اتفاجئنا بان في زلزال، هنتعامل ازاي علشان يعدي بسلام وما نتاثرش؟ قبل ما يجي الزلزال في مرحله ما قبل الزلزال درجه الاستعداد ده مهمه جدا 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 فيها. ما ينفق في فتره الاستعداد ديت بيوفر 10 اضعافه اثناء المواجهه. طبعا اي ازمه واي كارثه في العالم العلماء بيصنفوها لثلاث مراحل اساسيه: مرحله ما قبل الازمه اللي بيسميها مرحله الاستعداد، مرحله اثناء الازمه بنسميها مرحله المواجهه، وبعد كده مرحله التعافي اللي هي مرحله ما بعد الازمه او بعد الكارثه. النهارده كل علماء اداره الازمات والكوارث في العالم متفقين ان لو بصرف دولار او جنيه مصري في مرحله الاستعداد بيوفر عليا 10 اضعافه في المواجهه. احنا بنتمنى من اداره الازمات والكوارث الا تكون هناك كارثه او يكون هناك ازمه طول ما احنا بنبذل جهود كبيره جدا في مرحله الاستعداد. مرحله الاستعداد بتمشي على محورين رئيسيين واساسيين: محور الحجر ومحور البشر. والمحور البشر هو المحرك الرئيسي لكل هذه الامور التانيه. لازم يبقى عندي يعني خطط توعيه بشكل جيد جدا، وتوعيه هنا اقصد بيها رفع وعي مجتمعي، ليس رفع وعي مجتمعي جماهيري فقط. قبل الجماهيري التنفيذي المسؤول يبقى قاعد في مكانه يعي اهميه يعني ايه تخطيط الازمه، يعني ايه تخطيط بيحقق تنميه شامله وتنميه مستدامه. فمش هيكون بس التوعيه على المستوى الجماهيري ولكن المستوى كمان التنفيذي. لان تعالى النهارده حضرتك نبص على مدى وعي التنفيذيين بموضوع الازمات والكوارث او ادارتها او الحد من المخاطر. النهارده لو بنتكلم عن اي اداره للازمه والكوارث في اي محافظه او في اي وزاره، اللي مغضوب عليه في الوزاره نروح يعني نعاقبه. مع ان هي دي ده جزء انفصالي في اي حاجه. دي الاسينشال او الحاجه الحيويه الفيري فايبل، ان هي عشان خاطر اامن مستقبل. النهارده الامم المتحده لما اطلقت العقد الدولي في الثمانينات وبعد كده اطار عمل يوكوهاما وبعد كده اطار عمل هيوجو ثم سنداي 15-30، ومصر طبعا عدوى زي ما قلت حضرتك، مصر سباقه وعدوى في كل هذه المنتدى والمؤتمرات. بل بالعكس كنا بنقدم كل سنتين تقرير سنوي عن مدى التقدم محرز على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل، اللي تم في اطار عمل هيوجو، اللي تم وبعد كده التوصيه بان ينتقل اطار عمل سنداي. ولولا الانشغال في القياده في يعني كان انا يعني بمؤتمر شرم الشيخ كان رئيس الجمهوريه كان يحضر مؤتمر سنداي في اليابان، ولكن طبعا كان في مؤتمر في نفس التوقيت شرم الشيخ، وحضر ساعتها ممثل عن رئيس الجمهوريه الدكتوره ليا اسكندر كانت وزيره البيئه انذاك عشان خاطر تمثل مصر وتقول كلمه مصر في الحد في الحد من المخاطر والحد من الكوارث في سنداي 2015. رئيس الجمهوريه لما يحضر التغير المناخية في باريس في ديسمبر 2016 وقبلها كان التنميه المستدامه في نيويورك، اشارات كتيره جدا ان في اراده سياسيه ووعي على اعلى مستوى. نعم. عشان خاطر اهميه الحد من الكوارث والتنميه المستدامه. نعم. هذا الكلام يجب ان يسقط على جميع الادارات التنفيذيه بخطط وبرامج واستراتيجيات تضع وتدمج هذا المفهوم من الحد من المخاطر في تنميه مستدامه. ما اقدرش احط يعني منشأ في مكان خطر، احط مدينه اولمبيه في مخر سيل، احط جامعه زي جامعه سوهاج في مخر سيل، ما ينفعش. نعم. وارجع اتكلم كل المجهود بيذهب في ثانية. هباء يعني في ثانيه وارجع عايز تنميه مستدامه كهاوي اي دونت نو. نعم. على العموم انا بشكركم شكرا جزيلا، طمنتونا. والحقيقه المعلومات اللي احنا طبعا اكتسبناها من حضراتكم يعني ما فيش احسن من كده. بشكرك دكتور ابو العلا امين، استاذ الزلازل ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه السابق. ايضا كمان بشكر دكتور احمد بدوي، رئيس الشبكه القوميه للزلازل، مستشار الازمات بمجلس الوزراء. شكرا ليكم، نورتونا وشرفتونا. اهم حاجه ان احنا نقول مش كل حاجه تبقى يعني على الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي بكل اشكالها، مش كلها نصدقها. يعني نحاول قدر الامكان احنا نبحث عن المعلومه، ما ناخدهاش سهله كده ميسره. ايضا كمان في جزء مهم جدا وهو اداره الازمه. اداره الازمه وكيفيه التعامل والدورات اللي بتتاخد فيها هي دورات للترقي، يعني من يستطيع ان يدير الازمه هو من يستطيع انه يقعد على قمه اي كيان او اي اداره او اي مكان
فهذا المجال بحقيقي يستحق الكثير من الاهتمام والكثير من التوجه. بشكركم شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، عندنا بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن المستقبل الاقتصادي لمصر في ظل الاكتشافات البترولية، كيف يكون لدينا مستقبل واعد بإذن الله، وما هي أهم الأخبار، وإن شاء الله يكون لدينا معلومات جيدة ومفعمة بالأمل. انتظرونا دقائق ورجع لكم مرة أخرى. هذا البرنامج برعايه